اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. عواشر هذه مبروكه ديال العيد صغير ان شاء الله. غادي نوجدوا واحد الحليوه اللي هي كتجي راقيه وكتجي هشيشه وكتجي لذيذه كتجي ولا اروع. غادي نقطعي لكم وحده وتشوفوا الشكل ديالها وحكموا عليها. غزاله كتجي كتشهي وهشيشه هشيشه ما نقولش لكم. فيها لا بيض لذيذ فيهاش بزاف د المكونات وكتجي غزاله وكتشهي راقيه. انا درت مقادير بسيطه ممكن تضاعفوا نتوما الكميه الشكل ديالها اللي كيجي او الاروع. ندوزو نكتشفوا المكونات والطريقه مع بعضياتنا. بسم الله على بركه الله. اول حاجه عندي كاس ديال الكاوكاو بقشور وداك الكاوكاو الاحمر محمر ومطحون. عندي كاس ديال الجنجلان هو محمر ومطحون يعني بحال بحال. عندي كاس لاروب ديال السكر كلاصي. عندي راس معلقه ديال مسكه حره مطحونه والفاني والزبده ونحتاجو قرصه د الملح طبيعه الحال والدقيق حسب الخلط. اول حاجه غادي نحتاجو عندي هنا علبه ديال الزبده عندي فيها نص كيلو ولكن انا ما عنديش نص كيلو باغا غير نص رابعه يعني 125 غرام. واللي بغى يضاعف الكميه غادي يدير رابعه ديال الزبده. هنا ناخذ 125 غرام فقط هاد الكميه اللي غادي تشوفوا مع كاس معمر ديال السكر كلاصي ولا كاس لاروب ما خصهاش تجينا حلوه بزاف حيت باقي غنفندوها في السكر كلاصي. كنخلطوا السكر كلاصي مع الزبده يولينا على شكل بوماد. كنزيدوا الفاني انا عندي سائل ممكن ديروا خنيشه ديال الفاني. وندير راس معلقه ديال المسكه حره مطحونه كتجي لذيذه كتعطينا واحد النسمه رائعه. علاش؟ لاننا عندنا كاوكاو وعندنا الزنجلان. كنديروا كاوكاو والزنجلان اللي قلنا منقين طبيعه الحال ومغسولين ومحمرين. كاوكاو محمر بقشورو ومطحون بقشورو باش كيجينا داك اللون اللي كيجي راقي. كنخلطوا كلشي مزيان تيولينا على شكل كريمه. وغادي نبداو نضيفو الدقيق. وصفه سهله بسيطه. في بلاصه مسكه حره اللي ما بغاش يضيفها انا حيت بقات ليا من رمضان من المعسلات ديال رمضان تنضيفها كنخدم بها. ممكن ديروا شويه القرفات نسمو بها ولا تكتفيو بالفاني. هنا بعد ما جمعت العجين ديالي ما تكثروش الطحين ان فوا تبان لكم راه وقفات العجين وما بقاش كتلصق صافي ما كثروش الطحين بزاف. كيفاش كندير ليها؟ الطريقه اللي كندير ليها بيديا اللي كتساعدني باش نديرها هلال لان ما فيها غير ما فيهاش البيض ما كتبغيش تكاد بسهوله يعني خاصني ضروري اللويه في يديا عاد نحطها نديرها على شكل هلال شكل كعبه غزال. كنلوي طبيعه الحال في يديا وعاد كنديرها على شكل هلال او شكل كعبه غزال. هانتنقادوها فهاد اللحظه اللي حنا كنخدمو الفران درناه كيسخن متوسط الحراره. نحاولوا لانها كتشقق نحاولوا نضغطوا عليها مزيان تلتصق مع بعضياتها لان ما فيهاش البيض خصنا نساعدو معها تتلتصق. الكميه اللي عطاتني واخا ما نبعدوش على الحلوه لان ما فيهاش خميره صافي. غادي نديروها في الفران. الحلوه ديالي بعد ما طابت كتبان لكم راه بدات كتحمر. مي كديرها في الفران في الاول كتبيض هذاك البيوض خاصو يتحمر عاد صافي تنقولوا الحلوه طابت. عندي هنا سكر كلاصي اللي كندير انا سكر كلاصي سبيسيال عندها سكر كلاصي من نوع الجيد المزيان
اللي كيلصق في الحلويات، غادي نغربلو هذا، غادي نفند فيه الحلوى ضروري باش ما يبقاش دوك الكويرات الصار. لان دوك الكويرات الصغار الا بقاو جينا نفندو فيه الحلوى وهي هشيشه، راه الشيشه هي رطبه كتهرس لينا الحلوى. اللهم احسن نغربلوه باش يكون ناعم باش ما يتهرش لينا الحلوى ويلصاصق فيها. انا بديت كنفند، الكميه اللي عطيتكم او المقادير اللي عطيتكم كيعطينا واحد الكميه لا باس به. ممكن تعرفوا الحلوى راه كتجي غزاله وكتجي رائعه وكتجي شيشه. واحد النصيحه اخرى، قبل ما نفندوا الحلوى في سكر كلاصي تتبرد. علاش؟ لان فننا في سكر كلاصي هي سخونه، كيبدا داك سكر كلاصي كيدوب ضروري تتبرد باش يلتصق. كنحاول نقلب الحلوى ديالي وكنضغط عليها مزيان باش تاخذ سكر كلاصي كيف ما كتشوفوا. شو الشكل ديالها، كنزيد دائما تنحاول نحك بحال اللي كنحك الحلوى على سكر كلاصي باش كتشرب كتهز وكتجي ديك عاطيه ديك البيوطه داك اللمعان ديال سكر كلاصي. نحاول نفندها كلها وحده مره وحده. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم. اخر حبه ضروري ما كنفندوها مزيان، الا خليتها تبردت غادا تهز السكر كلاصي ويجيكم الشكل اللي بغيتو. والكميه ديال الغريبه ولا حلوه الهلال اللي كتجي تعطينا هاد الكميه، اللي بيضاعفها يضاعفها كتجي غزاله، كتجي تبارك الله حتى في المنظر تجي رائعه. غادي نفتح لكم وحيده تشوفوا الشكل ديالها كتجي من الداخل، تجي غزاله وكتجي ولا اروع. الشكل ديالها كيحكم عليها. كنقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساوناش من الاشتراك في القناه وتبارطاجيو لا فيديو، وما تنساوناش من اللايك والتعاليق ديالكم الزوينه. وتنقول لكم السلام عليكم. سلامه.